إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف أيا ربي عيوبي. إله الكون، إله الكون قد زادت ذنوبي، وفي العصيان قد تاهت دروبي، فألهمني طريق الحق دربا، ولا تكشف أيا ربي عيوبي. إلهي قد غرقنا في هوانا، فذقنا من عواقبه الهوانا، فجئنا نحو عفوك يا إلهي، وجمر الشوق يوقد في خطانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. مانتا وسغالة رجب كنا فربقل يلبي صدن كهجريغا كنا بيغان صدن كتشون لبدا كن يكوبي طبانك مطمر كي سغالية طبناد يودمان سكادنية بيهم كسوق بقامين شرير كان دعاية سنة كان مغالا دي يتبوري ومالين تي كواد محاضرة ذا كواد وحاي موقرا شيخ عبد الرحمن أبيض عيوان كيدن وحويان يا مكدال عربك على ذكر إلهي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والليال مركوة سلامتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتك أكذب مؤتمرات كشيخ علي بأنوف الشري دكتور علي، وهذا يقول موضوع على قوي له أما مقع مؤتمر كما كتر جميع اللغو بلابي تشري، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى. موضوع كان أي نكهد لأن وحوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن بصر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وفق إلى نعرف كيس كسول إلهي سبحانه عز وجل ذكر كيسا. وعن نقهد الدون أولى ليال حديثك بالمركة كوات سي حديثة مطنقي سواح كمذا صحابي قوريه، وإن حوالي كتاب دورنا إن شاء الله تعالى. أنت أسكدي على قدم حريرك وموضوعنا اللي هي مؤتمر كأنه إيرك أورن دورنا كدب نحن نقري دورنا معي أما أتشددي محاضرة، وإن كهذا دورنا طبعاً قضب يحانك قارنا إن شاء الله. ذكري محاورة اللي هذا قضب كوات فضل قول ذكر قليه هاي قضب كلبات أقسام الذكر وأنواعه، ذكره إن مسؤوك لك عاه قضب صدحات مراتب الذكر، ذكر إيه درجات كيسة ينعيدك لا يسؤوك لفضل بدني هاي قضب كافرات قضب كشنات حكم الذكر، ذكر حكم كيس ومحاي قضب كالحاد أثر الذكر وثمرته، ذكر محال قد يفيه حفا يدولي هاي وحر هذا نرش إن ما كله هي أنت مل قارن حتى تعطيه آخرة قضوا كتضواد آداب الذكر، ذكر جاي آداب تيس هبك على ربنا رضق من ذكر جا قضوا كسديدات أسباب تقوك على من كرتين أدلاء حصو القف ذاكر النقطة قضوا كسجالات وحيالها كار استاي كرا إن الذاكر نقطة قضوا كتبناد مبطلات الذكر، ذكر جا حيالها برية هي ختام التوصيات. فهذا الكيسان وموضوع اسكب دبلارن لكن وحن يريد أن إن شاء الله تعالى وإنه صعب رندو أن أنت إكرامك يأود إن شاء الله تعالى. عنوانك وحوى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وحديث نبي قال لقوري عليه الصلاة والسلام حديث كوحى وري عبد الله بن بصر
وصحابي يقول لي أن رجلا قال يا رسول الله نبى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى رسول كلاه إن شرائع الإسلام قد كثرت علي دينتي ويقبضتي وحاسوا واجب وحاسوا سنة وحاسوا حرام أمرك ينهي ويقتربتي فأخبرني بشيء أستن به وحدي قال أنت رسول كلاه شيء مركا إسلا أنك وضبكته رواتك قاركود وحيليه وحير شيء أتشبث به أن قبصده بعض الروايات حديثة وحيليه شيء أنجو به أن كبت باده نبي مرك عليه الصلاة والسلام حكيري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرب كابو لا يزال يانو كسول معنى يضحويه هاتشوكتي إنو يا رطبا من ذكر الله مدلعي سبحانه عز وجل ذكره سكوقيا حديثك كان وحوري إمام الترمذي كتاب الدعوة باب ما جاء في فضل الذكر وحوري إمام ابن ماجه في كتاب الأدب كتاب كيسة السنن كمعروفك باب فضل الذكر وحوري ابن حبان ابن أبي شيبة أحمد بن حنبل حاكم بيهقي بغوي ابن نعيم حديثك واحد صحيح كذلك يروى صحيح إمام البيهقي ابن حبان حاكم شيخ الألباني مالك الددوان رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم جميعا علماء الله وذن حرست أيو إسنكو سعي حديثك وعكم إذا صحيح الترغيب والترهيب رغم كبغول كوني أفر بغول يكوبي سكاشا وعكم إذا مالك الشيخ وعليس وكو سعي صحيح الترمذي سنن الترمذي وحكى له حديثك إسنا الصحيح إنما كحكم أي شعيب الأرناؤطي تعليق سأكله سنن إمام أحمد على كل حديثك وحديث سغن ثابت وهي مركل إليها لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رطبا محل وقتش من ذكر الله إنه عرب كقويها إلى ذكر جيسة وعلم ذي لنا وكناية لا كنايون أيوه شيء عر إنه عربك قدائمه إنه كسي قويها يعني رات كسي بس يقويه معنى وحوي وواحد اللي سميه يعني هذه أقوال مركل إليها من حصة ينقل قف مسلم كان سين وارك دونه نوش الصباح اللي جرب إنه نقطة نور الكسر يستن إلى ذكر جيسة سبحانه وتعالى يعني إلهي فسدي سنولك صليسا وأساس كوديها إنه النقطة أي غفو مسلم قال لقرأ سحاب الحديث كموري عبد الله بن بصر مركو كتر جميني إمام الذهبي رحمة الله عليه كتاب سير كوحليه سحاب قموح الورنجل عبد الله بن بصر بن أبي بصر أبو صفوان المازني سحاب معمر أبوها وكم إذا صحابة دي آت كما أردت إلى عمرك أسيه أرن معجزاء يا رب كسرنا تي ماركتي سحابي قاي نلشي سان تلمام دونا إن شاء الله تعالى سحابي بروحه كم إذا سحابة الشام دكتي حمص مقال اللي راهدو وحنا أهاب اللي سحابي قدم بي الشام خوجير يودا رضي الله تعالى عنه سحابي عن أحاديث آدو بدن لجمورين حديث آدو بدن لجمورين وحلا براتي لبا سحابي ومن الأورنجي عطية من السماء لبدا إيابه وأصحاب النبي كم ذا يعني صلى الله عليه وسلم وكم ذا صحابة دي كغيب قشي دولان كي وقتك خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه معاويه قامنا يي دولان كي قبرص جزيرتنا دولوي قالنا يتركي ذا إيه أي سوها يستاني ممكن قريك اللي يرادو وحكم ذا بقى لرسمات كيس الظاهر كعلامات كيس المغضة كان يرى في وجهه أثر السجود سجود الرات كيذا أي وجه كيس اللقار كي تريبا اللي يري صحاب قاس ما لم بقى به مرتقى على النبي عليه الصلاة والسلام سقوا هذا ضعيف سحاب المركب وكشر كي وحديث دار هذا وحبي سقوا أبو دجال مين إن النبي قال مرتقى هذا عمتد للسي وحلم ذا كذب مركب النبي عليه الصلاة والسلام أنتم ماذا حصل حي أي وح النبي يعيش هذا الغلام قرنا إن ككني وح النوران دونا النبي قال عليه الصلاة والسلام قرنا يعني بقول سنة النوران دونا سحاب قال سوح له المركب فعاش 100 سنة وح النوران بقول سنة يعني سيدنا بقول شيء عليه الصلاة والسلام سوق مركا ويل يرى وكرة يرى يعني نبي يقول روح نوران دونا بقول سنة سيدنا بقول شيء بين أربعة حاجة جريدي الصحابة جاس أم هشام الطائية إنه جو الرميس واحد تري رأيت عبد الله بن بصر يتوضأ وحنا ركع عبد الله بن بصر نويسي سنة فخرجت نفسه رضي الله عنه سوق مركا ويسي سنة أي نفتك بحد إلهي سبحانه عز وجل أو نحر الصحابة جاس وحد السجال السجاشن صنع أيو كل إنتي وكل جريء. صحابي الحديث كورونا يا صحابي جاس. الحديث كان يوحى له الروايات كلا تدوان. سيارة كلا تدوان أي حديث كان لوري. وحد لعكر يساق قصص كونه تعددين.
waxa rabici kareysan qisadu isku mid tahay laakiin saxaabi kasta intii uu ka wariyay ama intii uu isagu maartay ka xasuusto oo markaa inoo soo guuriyay waxaanu tilmaami doonaa diyaal ka dhigan insha Allah ta'ala bas iska wax kamida ayaan tilmaami doonaa bi inilla ama riwaayad ka wax kamida رواد إمام أحمد ورنيو وحيث المام إيسا أن عربيا قال يا رسول الله إن عربية أي النبي من فرمية مركزي الرسول كلاه يوم أي الأعمال أفضل أعماش كيبا وقفض لبضن مركزي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارق الدنيا ولسانك رطبا من ذكر الله إن الدنيا كتبته يضع عربك وكقوينيها إلهي ذكر جيسى سبحانه وتعالى بعد مركزي أركيسا يعني وحى النبي قوي دينية لنا عربية ولا عماشة تابع وقفل لبضن رواية دهورا وحى العرقني ننك عربية النبي قوي إنه ويدية شرع عذب أي قفر بضطية محان كسمية وحى كلاو إسلام مسند أحمد كسو عروري النبي قوي ما دين عربياني لبنه هرميه فقال أحدهما ومركا متكم ذي أويري من خير الرجال ضدك يا أخير بدن رسولك لهي مركا سأل النبي قوي عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله نك عمره يسوء ديراده عمره وناكسن لسيه عمل كيسنو وناكسن هذا نك سأقوه وناكسن ضدك مركزا نك كلا رميقا نسنوح يلي إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به دينة الرسول كلا وأنه قبضته هل باب وأنه قبسنه باب كاسو جامعة ودينة وأنه كل منا ينوشي مركزا النبي قبير عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل الشيخ الألباني رحمة الله عليه إسلام رواية اللفتي ذو تصيحنا يا صيح ترغيب والترهيب وحكى له تشرته رواية كلا أورينا إيوه جابر بن معاذ بن جبر رضي الله عنه وعبد الله بن بصر أنا هاي أو جابر لي هاي أني قال النبي قوي دي عليه الصلاة والسلام وحن الريال رسول الله أخبرني عن أفضل الأعمال رسول كلا يوم أعماشة توقوة ناكسن يقورن وأقربها إلى الله إلهنا يقولوا عمل الرب يقول شعري هاي وانا أحسن يقولها بركاته النبي وحير عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله إن أظلمته يضع عربك وكقوين هاي إلهي سبحانه وتعالى ذكر كيسا إمام الطبراني معاذ من الجبل معاذ وكور مارة الرواد وسوقر وحيلات هاي وحيري النبي كان وحن ويدي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله رواد وروحي هاي أي الأعمال أفضل تنوحه أي الأعمال يحب إلى الله عمل كيباء للو قدش عليه نبي مركز صحيح عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله إن أقلمته عربك وكقويا إلهي سبحانه عز وجل ذكره سوحن كختمين الرواية كاس رواية أبي هريرة أحير بينما هو جالس ذات يوم نبي مالي فلي عليه الصلاة والسلام إذ أتاه رجل مركزان أهمت مركز صحيح لي يا رسول الله علمني شيئا واحدا أنجو به رسول كلا واحد يقورن تاهل شيء أو أن كبت باده أو أن يقبضا فأنسى ومركان إلاه هل شيء أو أن يقفر بضا أو أن إلاه هذا مع ذلك أن كبت باده يقورن مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حتى تموت يعني عربك ويكقب ماركتي كسول إله ذكر جيس إلا أتكلمته مركز سوحير ويكفيني ذلك والرسول كلاه أنت سميع يقفل أنتاي مركز النبي قل عليه الصلاة والسلام نعم ويفضل عنك بل وابك أبدا أنتاي رواية الحديث قال بيوتر بضيه هنا شواهد يسو كما قلوا ينكرنه لكن أنت هذا سكوح ورسو سكو صور ورسو حكومه غنيسا ذكره إنه يعمل لك وفضل بضا إنه يعمل لك ألا اللي وقتش عليها إنه يعملك كبت بادنية إنه يعمل كوبا أقول لك هذا من قنيسة سيد الصحابة النبي قال يقود داليين وح آخر ذو بد بادني محايد بد بادني حال لو قش عليه محان سمايا أيك هذا من قنيسة محوي هاي ذكري هذا حديث كم عنيسة قرأناي ذكري ومحي محاد ذكري لي هذا ما دد ذكر لغة عربية ذكر يذكر ذكرا وذكرا مصدر كيد لغة وقيمة فعلا وفعلا ذكر وحصوصتي أما واشاغي يذكر وحصوصنا يا أما وشيغي ذكرا حصوص أما شيغت وذكرا مركة كلمة اللي سكور وريتيو معناه هذو كما بحضو لبا معني معناها كوضوح ويحسيد عرب قال لغا شيغو معناها لبا حصوص قلبي قال لغا حصوص وحي قلبي قال لغا حصوصته
ولا يراد ذكر فلان كذا بل وحصوص طي وحين عرب كلا قشي أنا وحلا يراد يذكر كذا وحصو شيء جيا خير يشروح الدنيا مهنا قذى وحين علماء أهل الصرف قا يراد ومن بابي يعني شهرة الضمة هو ذكر يذكر ينبك يمدا حق استلاحة حق إرادة حنتة شرعي علماء وحيران ذكر مشروع عين كور رمي الدون وحلو قتشي ذا كل قول سيق للثناء والدعاء هذا الكسرة وإله اللقو أمان أيه أما ربي سبحانه عز وجل وحلقو يديسان أيه أي وحل إرادة ذكر لير هذا أي ما تعبدنا الشارع بلفظ منا يتعلق بتعظيم الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وتمجيده وتوحيده وشكره وتعظيمه أو بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه ذكر وحل إلى هذا وحل يا لأي وحي حضرة أو مركة إله اللي قوة إنين أيو أو اللي قوة أمان أيو أو اللي قوة حمدين أيو أو وحا بمالة اللي قوة شكرين أيو أما إن وحكوة يديسان أيو أما قرآن كآخر انتيسا كاسا مركة وحل إلى هذا ذكر وحي كسواري مركة ذكر نقول ما أيو مرة دي آنو هاي وحي إله اللي قوة إنين أيو مركة أمان نقول أيو ذكر ذكر كمركة إنو وإنو كالله إنو وذكر عرب كلا قشي غيو إلهي سبحانه عز وجل يعني وحوه سبحانه وتعالى عرب كلا قصيه ولقو وينيني انت هدانك قبح ذكرك محال إرادة ذكرك فضلقه سمحيه ذكرك ولو حديثك عبد الله بن بصر وين وقف لنيه هاي هدنا لكن ذكرك آدي عبد وفضل بدنيه هاي إن لا يسكتر ترسيانا وين مضنت كو وحن كسر ديقنينا ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه كتاب كسم دارك السالكين مركو الشرح ومقام كالذكر قام مجلة كاللباس في حدا صدح بقوله سقاشن يتضبع وحط الماما يا تضبع طوان الرماد وفضل كالذكر كتصي وحو شيخه رحمة الله عليه وهو في القرآن على عشرة أوجه فضل كالذكر طوان سيالوذ كالدوان بقرآن كأقيمت مروا حكوية من الكوات الأمر به مطلقا ومقيدا إن ليس أمر ذكرك يعني سجود ليس أمري أي إن ذكري خاصة ليس أمري أنت قرآن كواكس أراري وحي إلهينا أمرينا وحفظ لبدن طبعا وحنا أدري إلى عاد ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكوا مؤمنين تأو ولله إن بدن حصا مؤمنين تأو إن بدن الله حصا ربي سبحانه وتعالى قدوك الله بعد فضلقي سكتسنية وحي هي النهي عن ضده إن لا نجر يا يعني ذكرك أو حسوس تألا يا رب عرب الله خمسة وحي كسهر كيدا معك سهر كيدا النسيان والغفلة إن ليس إلا هو وقفك إلهي هو إلا هو وقلبك إنسان كحسن عربك إنسان كحسن وترد إليه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ورددوا هنقننا كو إلهي إلا هو ومرك إلهينا النفتوذ إلوسي حال لو قد النفتوذ إلا إلوسي حال لو قد نفط هذا وحي مصلحة يضن وجرتي الدنيا آخرة لو إلوسينه مركزة الدنيا هذا كاد يعمل ساعة آخرة هذا دين أي كاسوليس سك صلى الله قرط عليه أما كوا قرط عليه أما كوا كوا عقل عليه لو كانوا هذه ذكر إله مش وكم قيني هاي أو هذه إله إلو ذو نفط هذا بعد إله ويساء أو إله نفط هذا كوا إلوسينه يا الدنيا كذي آخرة هذا وحي الدنيا وجرتي قدر كسر حاد فضلك ذكرك وتسينه يا حوي تعليق الفلاح باستدامته لمن تأدوية ومارة تأدوية فتنتدن تكبد بهذا يأتي آخره الجنة أبا الله بضع بوحى الله بحره يعني وحى مارة ذكرك إلهي الله حصب الله بحره واترب إليه سبحانه وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون وارضده إن بدن إلهي حصى والليبان إسان هذه مركة إلهي الله حسين وذكرك إلهي أن لبدين معنى هذه مركة وحوية ليبان تماشى وكب حيسان وحين تسنى يفضلك سوقبك أفراد وحيهي الثناء على أهله أهل كيسين الأماني ضدك إلهي حسين الأماني وإلهي قرآن كيسوكو أماني عند آن معركت عمل آن فاضل أهين كوكو دشيرنا دل أماني مايو وحن رب الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما كو الرقية إن بدن إلهي حسين إيا الدمرك إن بدن إلهي حسين أعد الله له مغفرة إلهي وحؤدياري يدم داف وأجرا عظيما أي أجر وين أي ردود يا ريس سبحانه وتعالى وحكروا إن توصى يفضلك سوقضب كشنادة الإخبار عن خسران من لها به عن غيره إلا أن رمي عدي ذكرك كم مشقوشة أو وحك لكم مشقوشة إن خسارتي عداسي
رب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والمؤمنين تيو أولاد يمالك النيان إذن كم مشغولين إلهي ذكر قيسى عدوها سميسا وعد خسارتي به أولاد الله تربية ديو وسوان أكسن الله أبابيو بيان عمل صالحا هين حقا عمل صالحا وي لكن هذا عمل صالح هذا كبه دجرة أي هذا وحال غاربا إن ذكر الله حتى عمل كاسي كان مشغولين محايا لي ما دام الذكر بها أعماشك أفضل لك بضان سيدا إنه تلمامي دورنا إن شاء الله تعالى أهل العلم إن بضان وكم إذا يقبان إن كي أفضل لبضنا أتك غم مشغوشه من لك أفضل لبضاني هاي لواهي لك أولاك سيني هاي سادة بأمريكا الرب لي ورمالك إني أولاد دنيانا إذن كم مشغولين إلهي ذكره بل كورا قف وح مشروع كم مشغول سن بالا يريو بخساري كرا هديو وحي كوناك سناء وكم مشغوله بل كورا هادات كم مشغوش إلهي ذكره كيسا لغوي يقيل وقال يبان يحن يوحن لغا سهر كلامان كرين هادات كم مشغوش بل كورا شكي وحن كتشرين إن هتكون كخسارة بدنانيسو وحكم إذا وحيالا إن تسين إلهي بفضلك وذكرك وشيكي وما ربك الله مستعان قضبك التضبادة أما قضبك لحاد عفوا جعل الله ذكره بهم جزاء لذكرهم له إلهي سبحانه وتعالى ضدك إساق حصة أبا المرينها أوسيي وحا كم إذا إنه إساقنا حصة الدون وفضيلة أبوي الدون يرى ضعيف ومسكين وربك وإنا ما ربك إساق أبورتي وحصة يؤشيكي إن إلهي كشيكي ومقع على الشيكي ومرأيك وقع حصة أما إساق من نفتي سكوكو حصة وفضيلة أن لقاري كرينين ويهي وحنا لقو قاري كرا كلية فضل قائد درجة داس إلهي ذكر كتا سبحانه وتعالى يا رب إنه حصة محاول دليل المسألة دا محاول دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا آيات قرآن رب وحي لي فاذكروني أذكركم وارضضي هو حصة وأنا ذن حصة يا آية هذا ذي حصتان وأنا ذن حصة يا قف رب حصة يا أنا أدون كيسي آخر ذي سوى اللي باني قف رب وين حصة يو ووحوي نفتي سوى ملاكتي سوى حصة يو قفك وحوي قف حفظي سنة إلهي إلى اليوي سبحانه وتعالى قدرك تضلاد وفضلك ذكرك أن تسيى وحي هاي الإخبار أنه أكبر من كل شيء إن لغو الرمي عمل كستين وكوين ذكره ذكره وح كستين وكوين هاي عمل كستين وكفض لبدين وحرب الله سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وحال النبي قال لغوير عليه الصلاة والسلام وحي اللقوح يوضي ضدك أشاك أو كتاب كوه آخر صلاة نؤوب صلاة حما تضي منكر كالرابطاه ذكر ألا يا سكوي علماء المفسرين توحي سويديان فعل كان أفعل تفضيلك ذكر ألا يا أكبر كوين محو كوين وحي أكوين على مشيق ما صلاة إلا سوى شيقين وكوين هاي مسوح كستب وكوين هاي علماء أفر قوة بمسألة كبيبان ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه بأنه وليكو قد شرنا يعني وحو مارت وحو كشاقي فضائل ذكرك أفرت قول بيساقا صورة لي وحليه ولا ذكر الله أكبر إلهي ذكرك إسأيا ومحلو قتشه ذا أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات لأنه المقصود بالطاعات كلها ذكرك إلهي سبحانه وتعالى شيء كستو كويني هاي محايا لي عماشو لم بوقف اللي بدني هاي ونحر كي وشيدد طاعدة لقلي طاعدة عبادة وشيدد لقلي محايا تاي وأن إلهي لحظة سبحانه وتعالى صدرت بأن النبي قل عليه الصلاة والسلام طواف يا سعي يا أرد يا عماش الحج كالقصة ما ينهيو إنه نسكو أردنا أن لو متشيدو إنه ما ربت الله مستعانة لقح ترتورنا كل لو متشيدين إنه إنه إلهي كحسنا لو متشيدا ركوع داني سجود داني استاق داني وفرق داني حركات كأنه سلاة قده هذا سمينه إنه لو متشيدا حركات كأنه سمينه إنه إلهي كحسنا لو متشيدا سبحانه وتعالى صدرت ذكره أكبر من كل شيء عمل كسو كفض لبدنها كسو أقول وحكى الشيخ لي وحكى الله قد شهد كرا علماء قاركود قبان أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له هذا إلهي حسطان وهذا رب قلبك إنه كحسطان أما عربك إنه كحسطان إلهينا وإذن حسيا حسك الرب رب إذن حسوه إيا حسك إذنك أد إلهي حسطان كيبا وإن لبدا ولا ذكر الله أكبر حسك الرب إذنك إذن حسوه أي كونك إذنك أدرب وين حسيسا سبحانه وتعالى محايا لي إذنك أضمام مساكين باتين ضعفاء وإن أدلاء حسطان حقي واجب ويا لكن رب إنه إذنك إذن حسوه وفضيلة إيا كرم إيا وحب إلهي سبحانه عز وجل درجو إذن قرسيوي
وعمر كيرادان ولذكر الله أكبر هذه معناها عندما لو فسره ومصدر كي المصدر المضاف إلى الفاعل ومصدر كي والله إذا فيه فاعل كيسي أو حل لو قلت هذا تذكر لو قلت قرنا يانفع إساء ذكر الله عبده هل كي لقور الله أدونك ذكر الله ربي بحصي عبده أدون كيسا وفاعلك ألي هاي أي فعل كينا مصدر لقد لالي ذكر ليري فاعل كينا فاعل كي والربي أنا ذكر الله إذا فيه لك سالي ولا ذكر الله يعني حسك أو ربي إذن حصي إذنك ربي إذن حصي أي أكبر كوين حسك إذنك هذا لا يحسي سبحانه وتعالى كاسينو معناها لبات معناها صدحات علماء وحي رادان وحلو قد شيء ذكره صلاة وحي كلان سنة يسابة ليلي أما صلاة أي كلان سنة يسابة لبا الرموت إنا إنا قرر يصفو حشقة يحماته إيا إنا كلان ستي إلهي ذكر قيسة سبحانه وتعالى لبدا الرموت بي صلاة كلان ستي لبدا الرموت بي صلاة وضطا إنا يفو حشقة يحماته كاربت وغضب إيا قدر كلابات إن إلهي ذكر قيسة سبحانه وتعالى أي كلان ستي لبدا مرك الله يسبربر لقو كيباوي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إيو ذكر صلاة كوكو تشري كيف هل بداوين تيبي تواب تهاي وحوي ولا ذكر الله أكبر إنا إذن كره بيسو فحشك أي حماتو إذن توسين يسو وحكوين إنا ذكر إلهي ولاته وربي أتقو حسيسان سبحانه وتعالى صلاة قدوك سديد الله لي الله إنا توسين أي يعني ذكر فضل جيسا وحولي يا شيخ ابن القيم رحمة الله عليه ربي وحب ذكرك كي يالي عمل كست من لو فرفره لونا ختمه بل ويسد فيري بسم الله بدكو بلا بيسا بل صلاة فيري الله أكبر بدكو بلا بيسا بل فيري حجك لبيك اللهم لبيك بدكو بلا بيسا يعني وحو أعماشي صالح هيدا ودن ذكري قبال لقو بلا بيا أو ذكري قبال صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعاء بدكو ختميسا ذكري قبال لقو بلا بيا أو ذكري قبال لقو ختميا عبادتك إلهي سبحانه عز وجل وينو شرعي ولي وكو دي ووينا حد كما لا نسا قوي يرى صومك مكر ربك ورمي ربي وحيري ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صومك وحل ربنا إلهي كل حسنان حجك وحر ربك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله مركب مشاعرتي عماشي حجك أطلما يستان إلهي حسن أوقفك مركب حجك كتري يعني ربي حسين ما إلهي حسين لكن حسك النهاية مالك إن رب الله حصه زمن قارنا كمحبنا مكان قارنا كمحبنا وعباده في كل مكان وزمن لغاقبهين ما الكستاد كو قدن كريسو حتى وقت قاد مسقوشة قليسو محاد كو قليسا ذكر إلهي بات كو قليسا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث محاد كقصوا بحيسا ذكر إلهي وفرانك بات كقصوا بحيسا انت وحي قد حيو دماشا ربي أن لغو حسي كرينا محاي كدق انتاي ذكرك أت كبر لو ضيئ كي أت كبر ما يسي باكوس عنايا وبمعنى كي أت كبر لو ذكرت كبر ما يساكوس عنايا صلاة محارب ربي سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم مركز صلاة دين ما يستان ولله يحصى إذن كو تشيفة إذن كو تاغن إذن كو مارت وكا يعني ماها هذا إنه بس إنه هاي سنة إن بدل نجا نجم ذيه واختبوا إله حسابه وإنت يلو تكنيه صلاة وعتبدي كو هذا إسلام كو أدي إذا فكرتك صدق الإسلام نبي هذا بخطر بجوجرته، لكن واحد لا يسكت لا في اللي بوكله تجي، واحد يقفكم واجباتك بدنا يا إسلام في أركان تيسك صباح يا محوط لو كقدر صلي تاوي تلا يسكت لا في مركز سر ربنا ليه مركز سر هذا لما يستان إلهي حس سبحانه وتعالى ولهذا أي النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام مركز سر هذا كبحه كلمة أقوله الرئيس أورنجلي سدى أنت بدل علماء قبعة راجح أنا إن شاء الله تعالى وحي تاي إن أورنجلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله محيي لا يكذب الله في ودي سنة يا إله أبو الحس يي وحب كتري من أفضل أعمال الجوار يعني حبناها عماش الله قسم يتأجوا ناقصاً أما مدة كوا جوا ناقصاً مدة كم مرت مدة كم إذا صلاة ده قلنا بكون جد كتري محيي لا يكذب الله في ودي سنة وكذب الله في ودي سنة يا مرق كواد صلاة عبادة دي سيد ربي إن جربي وما جودن كرم مرب قلبه مشغول يا ربي بدور تاجن تاج إن ربي كجوا ينادئ هاي مر بقلبي أبو مشغولة يا وما هبونا يعني واحد ويمارك تربونا سبحانه عز وجل وما هبكتونا إنه جهر تاجن إنه هذا نسكين لو سنها قف هذا جهر تاجن تا إنسان ولله مثل الأعلى بني آدم يرضى عيب مسكين هذا جهر تاجن تاي أونا كو أركو إن هذا متشيدين قد مالك لكم مشغول سنتاي ما كجر هذا نقول يا سيدا مركب يرتاي ورب حاد سوق يدافني سابق أرن
مربونا كبر سبحان عز وجل أدقوا هرتاعن ودوما هجر هرنا يزيد سمال دورن جرين أدقوا هرتاعن أمورك على سقام مشقول سن فتحاد عربون سكبرت الأخرية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده سكبر ضرية لكن قلبي مع ذلك دناء ومقين إنسان يسوى حتى عباده يكون جد شرا أي عباده سدي أي كونك سنيد ربي إن جمنا أين أوجدني نقص جاي عاب تاس أي مرك استغفار تاسي أي كتاي مارك الله مستعان كبدوت وحكم النبي استغفار سنيا إلا إن برايو إن أي نحارد أن عبادته كتشرنا مرك أي نكبحنا إن أي نحارد عصب جنين مرك صلاة كبح له صح أدون الله كوكنا باتاي لكن مرك صلاة كبح له معنى ومعنى نحارد عصب جشوه أذكفر أن دولينا سادو أنت أدية لي سيدي وإن توبدي استغفارتي ذكر جيات كسي جرتاوي الباب كانت كسوة بحي الباب كانت سيفرنا يساوي معنا طيب جمعة محو إلهي سبحانه عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض حلق سو ختمي واذكروا الله كثيرا مركا أدمارك صلاة جمعة أتكبحنا أدونك كرفاف أو ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا أدونك أنت تكون كرفافتان مركا صلاة جمعة قدتان رزقك إننا نضوانا إلهي نحوس سبحانه وتعالى هذا سوق أقول شو إلهي حس هذا مدد هذا مرة إلهي حس هذا ما ربك الله مسحنا كذا قدرنا يا رب سبحانه عز وجل وعلى ركيس أمرك ذكر إنه يهاي وح أعماش صالح هاي دورنا لقوا بلاوي أو لقوا ختمة يو كل حشروا قدر كسرات توسى ذكر بفضل من القيم الجوز رحمة الله عليه وسوق قرنا يا وحي تعالى إن لقوا رمي الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم إن الرب كورم سبحانه وتعالى ذاتك الذكر ذي سكو انتفاعي قرآنك أوح أتري إيوانا دا وحكو قادنيا وذاتك إلهي حصي كريا سبحانه وتعالى مرة ذات أهل غفلتها قرآنك سوى الله آخر أي حديث سوى الله قول شيئا إن إلهي هنون كل دولا مو يحبدا كابدا لما يا لكن هذا أهل الله تهاي وقف مركة رب في سيئاتهاي هذه مركة وحلا وحسوسية والحسوسا دونتها إن شاء الله رب الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وحا إلهي أدونك آيات إيا عبرضو إيا وحوين وحوين لغي وحا كو عبرق آذان يبا لير كو عقل لغو صاحبك وكوه كو آيات كو عبرق آذان يبا كونك إيا آيات كالشرعي كو عبرق آذان يبا كوه وي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وكو إلهي حصي يقول تاقا يقول فرية يقول مارت مركز تبا كو الرب حصي وي سبحانه وتعالى قدر كتبنا هذا قدن بيا وحياي أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة والروحها وحلق يلا ذكرك أعماش صالحة لن متكو بحجرة وأنا الروح دي إيا الروح أعماش صالحة أوي انت هدانك قبحو طبعا في قدر الشيخ ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه وشاك يلا أنه قفلا لكن وحن حوغي ظل مردونا بإذن الله إن شاء الله تعالى نصوصي أحاديث نبي قال لقصه قولي عليه الصلاة والسلام وتلمام إيسا فضلك أولي الرب أول حصه وحسك سلقوا مشقولوا أي ذكركم فضلك أولي في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري نبي قوحي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كإله حسين إيا كان رب حسيني وحي معرك تيسيه سيدي من تيسيه من نوره وكله الرواد كقرقود حسوا جورنا ينبيت كإله لا بوح حسوا جور كربي لا بوح حسوا كربي لا بوح حسوني وسيدي معرتي جور لقد انتهي جور لقون وريها وكلا وهي حديث متفقة حديث قال لسكو اتفق صحيح بخاري مسلم بايسوس صار عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ربي حلية ضدوا ربي حيدن ليه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معهم إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أنا أقول حنا هاي أدون كي يقول في جمع لا يستبهر ربي سبحانه وتعالى وحنا أدون كي يقول جمع لا يستبهر هاي هدو يحسه نفتي سيقول حس يسقوا كل جيسة أنك أن كل جيبا حسا هدو جماعة يقول له حسنا أنا أقول جماعة كل حسا ربي لا سبحانه عز وجل جماعة لا صلاة محي كغير بدن قوة يسقوا أنا يقول حسين وحكى لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي كورنا عليه الصلاه والسلام نبي يقول يري الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم وتضربوا عناق ويضرب عناقكم فقالوا يا رسول الله
ما فقالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله. وحنبي يقول عليه الصلاة والسلام يا ليت نكون رمينين أعماشنا كأجو ونكسن ودهرنا تبدا ميسان كأجو كرقات كبدا سجن أجو كرئية أو كون أكسن إن الذهب بحسان أو في الذهب بحسان أو كون أكسن إن الجهاد قشان أو عدو ملح إذا كجرع إذا نات كجرع دان عمل عين كاسميان إذا كورمينين. بكسر رسول الله نعم بكسر النبي قرأ عليه الصلاة والسلام ذكر الله إلهنا الفستان وهي أحمد بن حنبل أي مسند كيس كوري طبراني في الكبير شيخ الألباني رحمة الله عليه حديث كان في كوسة حين يصيح الجامع رقم كشام شام كل نحب قليه أفري أفرت جهاد كون أبنهاي إنو يهاي ذروة سنام الإسلام ماشاء وصر رئيس الإسلام كبارك وصر رئيس إنو يهاي أيها هدنا مركو قفك حتى جهادك كتلو بامحار رب أمره يا سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا قال الله كلمتان سبناد والليري إن بضنا إله حسى إن الليبانتان بالأركاء جهاد وكتلائه محال لي بنتي صلى الله وحده يا إلهي ذكرك سبحانه وتعالى روح الله وحده يا يعني الروح ذا ينحر كعباداتك وألا إن الحسن سبحانه وتعالى هذا قلبي يقول إنك دي هاي وآذن الله بحسن عرب كان آذن كحسن قلبي كان آذن كحسن عبادات كان لصمين يا إمارتي جوارك اللي قصمين يا نحر كودي روحي ودي مركة ومقامت هاي معاد من الكبر رضي الله عنه في مسند أبي أحمد نبي وحيد عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قف مسمى يبن آدمه عمل أقبت بادا بضا نارت أقبت بادين بضا إنه إله حسى سبحانه وتعالى دا دونس نارت إن تكبت بادو عملك أقوين يكلف ذكر النار إلا قابت باديا إله ذكره هو سبحانه عز وجل. ونقرنا إسان حديث كي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تدبض إله آخره وهركي سهرين دونه محاكم ذها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه من إلهي حسي سوغو ميل ماركت كلي جوغة تبين اللؤو يحسك إلهي حسي درتي وحكم ذي يتضبط إلهي سبحانه وتعالى عرش جيسا هرين دون. حديث القدسي أيها الربوح كل إلهي سبحانه وتعالى ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني وأدعوك وتهرب إلى غيري وأذهم عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني برد هذا الله في رسالة ابن آدم ما أنصفتني بارد وين إليه سيدا حيث قلت سيما لقورنا إما آدم عدالة سمين أذكرك وأنك حصيا وتنساني أدنود إلاويس ياكو إرزاقيا يا أكسجين تنكسينيا هذه رب وين سبحانه عز وجل إسكبك إلاو يا مصالح الدنيا اسكب داف انت انتي اخر بل قال نكونها قاتشني وانكو حصة يا او ادنوا دي الا ويسا وادعوك وكو يليا وحن كلا يا هاي يعني وحو امارة استجيبوا لرب ولله اجيب يا وحن ادن لها ابريا الحصة وتهربوا الى غيري ادن عدن عني هين بعض عرب يساء واذهب عنك البلايا امتحان لدى الدنيا دي بلايات كيدان كاك حينيا وأنت معتكف على الخطايا أديكوا كدل دنقيقة مع صدى إذا يدنوبت إذا أدو كدل دنقيقة وحيان كارا إذا أدو الفرية أيان هدنا بلاي يردباتو لن كدافنيا يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني بري مركاد إتمادو حادي أورن دونتا بري مركاد إتمادو وحاد كو جواب دونتا محن غنوا هذا العلسوي وأنا أودي أرسلنا جواب في صحيح البخاري أبي هريرة وحكى النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي نسوا قري حديث القدسي ربوح ليه أنا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت بي شفته أروح أنا أدون كي جمع إنسانه ما اللي يالي ما شو وحصه أو عرب كي سمارك تي وحصه كل رقاقه مع إنسانه معي هذا الله سبحانه عز وجل وحلو قوم تيسلا إن هذا الله حصه سبحانه وتعالى نبغو يسوع ما نسافر كسر الله عليه وسلم في صحيح البخاري في صحيح مسلم عفوا aya nabigu wuxuu soo maray madiinana ku soo socda waxa ku soo baxday buur markaas ay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yaani ma rabtay kaasi waa buurki waa buurti jumdan la oran jiray hada jumdan buurta jumdan la oran jiray kaasi waa jumdan sabaqa al mufarriduna kuwa mufarridin tan la yiraahdo way hormareen ba nabigu calayhi salatu wasallam kuwa soo dheereeyaan cid kama hormari karto markaas ay rasuulkiilay wa mal mufarridun mufarridun sumayhi
مركز النبي قرأ عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأكوا إن بدن إلى الحسية رقي الدمر في مسند بزار بن عباس النبي قرأ عليه الصلاة والسلام من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله ورقفك هبين كي إنو عبادي استوه أودي وعي أهردد فكر عكر وعي مالكي سنكب خيلي عدو إنو اللي هادنا كب غير إلهي ذكر في صبادي ساس بأن نبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة وحن نبي عليه الصلاة والسلام إن أهل السماء يرون بيوت أهل الذكر تضيء لهم كما تضيء الكواكب لأهل الأرض يعني سيدا إنه أينو حدقوه إنه أبو إفيان أينو إفسان إنه أي قريها إله إلا لحو السنة أي مرائكة أبو إفيان بأن نبي عليه عليه الصلاة والسلام إمسا قري مدو طلب إمسا قري مدو أوكي قالك إيا كي مسلم كبا لبدو بأي مدويه ودان إله إلا لحو سنين لقوت كنينين قرآن لقو أخرينين لقو تصبح سنينين إمسا إن شاء الله تعالى قري إفيا دمعا قريها سنة وحي كلاو إفتين بدنانيان أو كلاو إفتين بدنانيان سيد الله وكلا حس بدنيا هاي إلهي سبحانه عز وجل أدرك جروا كنا ولا سيد إلهي وحسان سيد أطير بدن تهاي أو أولار تهاي أو هو نعكسنته سندا وافق سنتهاي سيد سيا جروا هنا وكلا نور يفتيم بدنا دونا عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر إلهي سبحانه وتعالى وحوله الملائكة دون قريجة وحكل الملائكة سرادين ميسو وحي الرادين يان مجلسوها الله فرديوه إلهي اللي وحو سيوه فرد خدير الرادين مايا قبيل لما آقا يأم غف لما آقا يعيد لما آقا يوه رادين مايا فدنائي يما عرق تعيب وحي سكفر كوركين الرادين مايا وحي الرادين يان إلهي سبحانه عز وجل ذكر قيس ما إلهي اللي وحو سيوه الرادين يان تلافا قبل كوهد ليسوه قبل كلا قرق أي كوبا بينا يسوه رادين مايا ما إلها شيادين تصوحا برتا قول نين لها طيئوه دلال قبيل وغشا كينيا أما في تلك لأنه دحدة باشا وغشا كينيا ما إلها مجاليس الشيادين تعقوبة التوي لكن ملايك تنوحي الرادين أيها ما لله يقوله سيئة سبحانه وتعالى نبوحي صلى الله عليه وسلم فإذا أتوا على مجلس ذكر مركا مجلس ذكري يمادان ما إلها لقوه سيئة مركا يمادان مركا سيسوس أروران أو بالاشا يسدول ساران إلا ما أي سمادة جاران مركا مجلس كاسر لما دعوا أي رب أتقى سبحانه وتعالى والرب يقول كير هذا من أين جئتم وهو أعلم يسوى الرب وقال بلن بوحي إلى حقات كتمادين بل سيوحي إلى ربنا وحي ربك نو جئنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويستجيرونك ربي يو وحن نكلم الدماء بلاد هايو كو تصبح سنية وكو تحميد سنية لا إله إلا الله له كما دنقل يا أيام مكنوين مركز ربوح ليه محي ويدي سنية مركز سوحي أرونا يا ربي وحي كويدي سنية النار وحن كان من قلي ينشنو حديث قادر يا معني سمع كسو قاضية مركز ربي أرونا يا مية أركين شنضا مية أركين نار تسم مية أركين مركز يليه المية مركز ربي أرونا بالكور ما دي أركين هاي مركز ملايكت أرونا يا انت انك بلن بمركع عبادي سنة هاي مركز ربي وين سبحان عز وجل وحكو أرونا يا وحد كمر خاتك عدان أني غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وحد كمر خاتك عدان إنا نؤدن بدافي وحي أي ويدي سنة ينأنسي وأجرتهم أن أنكبت بادي مما استجاروني وحي أي قم قنقلينا أنكبت بادي إلا يحن كبرينا سبحانه عز وجل إنه النار نكبت بادي إنه دنوبتين نضعفه وإنه نحر يستوى مجلس كان كدق مجلس ذكري ودعوة ملائكة ربي إنه أقبل إلهي كويدي سنة سبحانه عز وجل إنت أكدب أمرك ملائكة وحورنا يا رب إن فيهم عبدا خطاء أدون آل قف بدن أي أدومها كل حجرة جلس إليهم وليس معهم فرق أنبو لكم من مويئه تتكى كما مدها إسكو تتكى أول مناكسا إذا ربي أو درجة أنت على سينا يسو كما مدها إسكى لكم من ماشم إسكفع لي أما صاحب بأوي يا ري أما بل ما شاء حلقها يسوى فيري أما أدو دون شرب بأوي مد مركز ربي سبحانه عز وجل محو أرنيا فيقول مركز ربي محو أرنيا هو أيضا قد غفرت له إسكى لفتي سوى دم إضافي هم القوم لا يشقى بهم شليسهم وقوم أعدوا فضل بدنه كالله فريستا أنا خير درك قاضي إن الله فريستو أدون الله كحسوسين يملون أكسن كجينيا يعني واحد ما عرف تخير درك قاضي من صحيح مسلم أي حديث كسن قصو أروي النبي عليه الصلاة والسلام معاوية وحكورنا يا إنو يري خرج على ما عرفت النبي قلنا مال أصوى بحي
حلقات صحابته أي فريان أي الله كحصية مركز النبي عليه الصلاة والسلام محاد قبنا إنسان مركز إذا الله نتصبح سنة أو تحمد سنة أو وكا مركز النبي وحيه الله ما أجلسكم إلا ذلك الله لمن كل داري إن الله حسان ميوحك لماشا من فرد إذان مياه مركز سيد هذا الله ما أجلسنا إلا ذلك أرنك ميوحك لماشا من فردنا مركز النبي وحيه عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إذن ما أعلم دارين إن أردن تهميساني وهذا لكي أنا رميساني لكن جبريل بهذا إيمي فأخبرنا مركز وحيه يقول رمي أن الله يتباهى بكم الملائكة إلهي الملائكة سيدن كفاني أنه ليه برأة دوما إلى فيريا هل قال فريئة أنا قال يحصي برأة فيريا أنت سبحانه ملينا إن أي همدا قفكيس إلاوي كر قاديس إن شاء الله تعالى وحسوسنا إيه ورب حسو دونه إن بدن إن شاء الله تعالى بإذن الله وحن تاك أقود بيولا ليال ذكر غاية أن وعدي سياق سانتيس ذكر قودها لبا قيبة بوخ لكع ذكر مطلقة هي ذكر مقيدة ذكر مطلقة هو قود سيقول الله إنه أمري إلهي حسى فاذكروا الله الله حسى سيد القرآن كل أخرية إيه التصبيح إيه وحا لمتك إيه ذكر مقيدة وحا كحرا محو كحرا يهي أما الزمن بو كحرا يهي ووقت قارة لسمية أما مكان بو كحرا يهي وميل قارة لسمية أما حارد بو كحرا يهي وحارد دا سنبا لسمية أما محل بو كحرا يهي وبوس دا سنبا لسمية أما صف بو كحرا يهي وصفة اللي لها الله سمية أم بالله سمية ذكره والله بدأ قيبوذي وحين سويدين كرنا ولا عن شرحه إنه محين كفى إذا إن الله بدأ قيبوذ هذا يذكر عن وعد سياق سامتي سائن الشجع نحن كفى إذا إن الله بعرف إن شاء الله تعالى أرجع كواد واحد كلا جرنا يسا الحسن والأحسن والفاضل والأفضل محاول أحسن محاول جو أحسن محافظ بدل محاكس يفضل بدل قرآن قد أضيف فيرستان واحد كوار كيسان واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم في سورة الزمر وحد راعدان وحق هو يكسن اي رب اذن امره سبحانه وتعالى ما وح اسوء اباتنا ما وحن باتنا رب اذن امره ما دينت انه وحيكو ورئيس اوامرت شرعي غير نواهدها بين حسن واحسن وافضل وفاضل مد وناكسن يمد كسي وناكسن مد فضل بضان يمد كسي فضل بضان مركز ذكر قال لها الله رمضان توكل على سبيل المثال وحضرك ساقف مسلم رمضان في عبادة سنة أو كم مشغول سن سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله كم مشغول وقت يسوي أنت أكو بحري وحياة هيت إنه كم مشغول قراءة القرآن كوقت كان هذا اللي تشوفه حياة لي بشهر رمضان محارب إلى سبحانه عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحضر كيسا مد عرفت شوفه أو كم مشغول سن مصحف كيف هاي استاءه اسمه الرب إنه كجار سيير إنه ما ارتقتمه كيف هو عكس ديسي محاك هو ناكسن كان وحاك هو ناكسن كن مشغول سن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والنبي قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قال الأنبياء وحي أنبياء يراهدين كوي أنك يقوه الرئيئة أنك بما أنتو أوكلا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له قرمات كرساري كرتان مركا كيما فاضل كيما سأفضل كيما وناكسن صح إن عرف القرآن كو آخر ستا شيء وناكسن لكن محاك سي وناكسن إن هذا الحين نبغى كم مشغول كم مشغول شو؟ إن رمضان تو كم مشغول شو؟ يعني تسبيح يتحميد يتهليل أبو أختي رمضان ما كوب حصة وراح من أحسن لكن محاكسي ون أحسن محاو التبع أحسن يعني ككسي ون أحسن محوي هاي أنا القرآن كي يذكر قد كم مشغول شو؟ وحكروا الباب كان إنه كلا صار يا إنه كلا قرنه يعني ذكر جاي أنواع ليس هي الزمن كأها بني هاي هي مكان كان محاها بون هي أختي كان محاها بون هي محل كان محاكوها بون يعني إلى إنه كلا قرنا وحي كلا ما ركت الله مستعان أي إنه كفى إذا إنه فضل فائدة كشرت أي تاي إلى إنه كلا صارنا بدعاء إضافي جاء هي سنة محض جاء واحد شرى شيء بدعاء دينته نجرب تاي نبيقول حير عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة بدعة كسلوا بعضهم بدعاء وهم حي وشيء أن لأن أمرين دينته أن أمرين أو دتكو عبادة سنة يعني إلهي بيقول له يعني سبحانه وتعالى وبدع وخرافات بدعاء سلوا وطيب سمتها بدعة أصلية هي بدعة إضافية بدعة أصلية وحوية شيء أن سفديسة هي وصف جيسي أصل كيسة تون الدين تشرعين تعين كاسا أنت بدل المسلمين تما سمية لكن تلقوها لك سمواته وبدعة إضافية وما كان أصله مشروع ووصفه غير مشروع أصل كيسة شرعية لكن سفدا الله سمينيان هذا بنانين ودين تأنكسوا أرورين مثلا
واحد أركيسة مد كريهية محوك كريهية هو مضح سأور حي يا هو بلي مركز تلو هو ذا تنوام حي هو مركز الله معناه يو وإسقى إسقى 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 يو والإسقى كان تشلي سواكما ما أنيا مقف كلا معيد مقامبا هو ذا تنوام حي هاي وحكله هو ذا سي ذكر تأوف اللي بدون محوس مي لا إله إلا الله أما لا إله إلا هو أوسكم معنا أو كلمة التوحيد أفضل الذكر أه بيران وين يد لفت يدي لصوم عربت تشبيا أو دبنا لقصور ريبا الله كل يلا قصور ريبا بتبارك يا سمركا الله 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 كود ذكريا مركا تبار محد كود ذكريا يا الله الله كل يلا لفت قصور لقود ذكريا مسوا عروري وين حلو حلو الله 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 محد كود شدة ميا ضمان يسا ميا ضبري يسا حد كود شدة الله سبحان الله هذا ترى ولا فهم يا والله حمان كنا سامي الحمد لله ذات رواه الفهم يا الله أكبر ذات رواه الفهم لكن الله أو كل جن القطرا محد قلت شيء دمرك ترى ذوق كل جاي لا إله إلا الله با الله الله قصور ربي حلوا بدع إضافية تاسو كلام إن لفظ الجلالة أو مبعي ربوينا سال ذكر الله ضبقته مسوا أورين مالنا كتاب جنك متى الله سنة النبي جنك متى الله صلى الله عليه وسلم كاو حكسي درن كلا لا إله إلا هو با هو الله قصور ربي كان مبعي علو بشيء جاي هو 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 ذا سجود فيها واحد مركب ولا لا كلا قرن إنسان بدعاء إضافية بدعاء إضافية قام حي شيء أصلا مشروعها وأمل السيادي أمل المقسامي أما بوس كيس بوس عن هين لقيجي أما زبن كيس زبن عن هين لقيجي بركب ورادة هذي على ذي إرادة وحين كنت كرينا ما أنت الله كحسينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرك مسكين كذا دقيس هذا وراني سند حكمة شوفنه وعبادة تنذكرك كني بس بولي هاي بس لو قلت لك قريبة شوف حش بولي هاي هذا أنا بني رهلا مرك أكون رم ملبيك بديدة سان ما إن اللي راد إله كأجيب اللي بديدة سان يا ما إله كأجيب اللي بديدة ما يرد واجيب سان هاي لكن ذكر كان معين كأهي ما الجار وكسو أروري زمن جار ولي هاي بس جار ولي بدعاء إضافة جاي مرك أوام حي وعشي أصل كيس مشروعها أو دين تكملها أو أم زيادة لغو السمائيو أما النقص لغو السمائيو أما ماشي سمال عن هين لديكو أما الزبن كتي سبن عن هين لليه ماتو أما وعلى ذكره بمركة آد كالبراتو آد مطلقي سي مقيد كيسة كالبراتو أو كيسة مقيد كآد كالبراتو الزبن كان محالة سمائيا مكان كان محال لغو سمائيا يعني روح حالة محالة سمائيا كتابك كان وحال إرادة الوابل الصيد من الكلم الطيب وكتبت أقوه ناكسن لغو قري يعني وحو مارتي ذكري ولا أنت المامي دونه دبك شيء دونه ختامكم حاضرة إن شاء الله كتبت أبوه أنا سنة ذكرك إلهي يا فضلي يا حكانتي يا كور نمي دونه أنت المامي دونه أنت كجار إن شاء الله تعالى لكن إحنا كم إذا كتبت أبوه أنا سنة ذكرك الله لا قرن مرك فهرس كيس حاجة دم بعد في ريسه واحد كوارك دونه أذكارهم في النوم أذكارتي هردلا أذكارهم في الانتباه من النوم أذكارتي مرك هردلا لا سوقع أذكارهم في الفزع في النوم مرك هردلا كأرجع جحده مسكولة مرك بقول تجيزه هذا بينك عوجي صغير صسته، وأدرنا إنسان ماركت أنت سرير لو قلنا قام كرسي قدرت كيف فريسيان بل شاكي قلبك عبفور ما أذكر لآخر الساعة شرته، والنبي يقول ناشي جاي عليه سلامة والسلام، أروح وين ماركت الدين في ناطل مانتي سؤالك ميز، أذكر الخروج من المنزل مرك الرياض وحنا كوبو بضطه، الرياض وحنا مرك كوبو بضطه، مودات فحلا بدوت بيسا أدرنا إنسان موال عوري موال سحري ما أذكر بها شرته، بل كورا أدو أبواب أدو فربضان شيخ روحة المامي يا الخامس والسبعون إلا ما إيوه شن إيوه تضباطاً باب بوكيني دونه باب كالسبب وذكر قارة أو وقت قارة له أما الزمن قارة له أما مكان قارة له أما حالات قارة له مركة مرغي سنتاي مركة أبق سنتاي مركة وحكي أبي قحقليان حالتها سوى لن أذكار باترته نبقينا لقسوا القورية مركة عري سنتاي سؤال كميزي وحا مركة هذه اللي سكول حقل ده وأذكارتي للربي مركة اللي سيحانا يؤين لآخر استوه هذا كان يكتب مركي عنتدى العنية كور أذكرتي فلاشكا ونمكن مركو حاس كيس أتجي وآخر سنة بل كور رادو كله أذكرتي عنتدى شو بدع من غرميش بدع دوا أنتس هدوه هذا مركا ورما بيسن كله بديد يسا هي أذكرته نصوع رطين ما يمشي أدى كيسين من الأقلام يعني عباد الله محي أصل كيدنا وإنه مشروع النقض صفة الله سمعني أنا وإنه مشروع النقض مركا إلا بلا يسكت درسته أية هاي سنة لكن هذه أصل كذا أنا مشروع هين وبدع أصلي
هذه أصل كذا مشروع يا لكن سيفنا الله سميني على مشروع هينا وبدع إضافية تام مركا وحيلا ما أقوله مركا حلا إن ذكر وحوق بسم الله الليال ذكر مطلق موجود يا ذكر مقيدة أو معرة حارة جارك وحيلا أما الزمن جارك وحيلا أو مكان جارك وحيلا قف كي مركا دونا إن شاء الله تعالى كم قيوم كرنه يعني واحد معرة ذكر جاي عن وعد سياق سامتيسة إن المدك تسيب جار يسدو تاجني قف كي دونا يا يعني واحد كتبتها الرجعي إن شاء الله تعالى ولا الكتاب كان الواب الوصيب وحكم كتبته من أفضل ما كتب ما كتب كتبته أول سنة الله بقرأ حكم كذكر جوام حي ذكر جو حكم كيس محي وعنا قال دينته إنه إنه شن أحكام كوريبيس واجب سنة حرام مكروه إيه مباح مرك عبادة الله جو الرمايو مباح ورت يسوق ماشة كبح عبادة مرك الله جو الرمايو الله بدأ مدن بين قنيسة أما واحد نقنيسة حرام إيه مكروه أو اللي يراد غير مشروع أما واحد نقنيسة يعني واحد يمارك الله مستعان واجب أما سنة أو اللي يمارك مشروع وعن مركب وقال قيبين إن ذكره إنه يهي ذكري يعني مارك الله مستعان مشروعة أو مركب سنة واجب وقال كعية إيا ذكري غير مشروعة أو مركب بدعاء هذا ذكره غير مشروع نقضه مركب وبدعة بدعة كسانة وبادي هذا يسلم مذ وذاته كل مية وحا ترت بدعة حسنة بدعة حسنة وحل إرادة مجرد كتاب وين بوهرتي سايا مركب ترى روح الأخلية سواء معي وكل يسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورسل لك النبي وكلمة كوب كوام بقرمه كتاب نقضي صلى النبي اللهم سو كل ما انه اخر سنه مركه نطيع سنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرن صلى كتاب وين ما لنا ناخذ يا نقضي وبدع خرافات وي بدعنا لما انت وبعدو النبي قلنا عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله بدعنا ما انت وبعدي أرنك مركز سؤال سويدين تمدنا وحيتهاي ذكرها هل كان كقرا الآخرين أيه مركز سراد الجلي مركز لوي سيسنا أيه مركز عم طلع عنا أيه مركز جورج اللي جب حي مركز جورج اللي سوق جلي مركز الواحد كبرق الجلي هذا ركته وأكل كأيام السنة يمد واجبة إنه ولكن شرية طلبات إنك بعض ما أنت سمعت دول تاي كرنا ومد كست أنت إن آخرنا ما أرن كرنا كازوا سنة مالك حريقه كاسين واجب مالك حريقه بعد مركو أقعد تهدي هذا المسألة سأنا كوك على بحسنين أو ذكرك على بمحا واجب محا صنع آدم كالأبين إن واحد بدنا كلمه مرك أدرى تسيته هل كي أتقيل وقال يا الله لكم مشغول لهاي إن هذا الله ذكرك سكال براته سيدر تورين كي سرعي متلماني آدم مركا أقعد واحد ترى لبا كتاب آدم ونكسن وكو الرمي يقف كي طالب العلم عربي أخي سنكرا وكفا إذي سنكرا وذكرك بالعادة يصنع آدم كالسار سارة كتاب واحد اللي يرادها الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع وحيسكال الدكتور محمد عبد الله الخميس كتاب كان لبان واحد التزكية بين أهل السنة والصوفية كتاب كان وحيسكال أحمد فري لا كتاب الله كتاب أدو نفسن أو كور رمية ذكر جي أنواعه سي قيبه سيو محا سنة محا بدعاء محا معركة الله مستعان واجب محا معركة سنة أرمها سوق الأسر صار دورا إن شاء الله تعالى ذكر جمرة تبتيزة ذكر سوى فضل بدن أيها دنا كلا فضل بدن علماء وحي رادان ذكر كيبا او فضل بدل مركه لا ورميو لبا دينا با لا فيرناي مر waxaa laga eegaya meesha alla laga xusay hadan arabku oo kaliya alla ka xusayso oo laakin qalbigu uu maqan yahay wa dhikrka ugu qmaarbtay fadliga yar weey ku qasaari meesi astaghfirullah dadka qaar kooda gacmaha iska leeyihiin laakin qalbigoodu iska maqan yahay insha Allah ku qasaari meesi ajr wala laga qori doona bi idnillah laakin wa dhikrka ugu darajada yar kalabaadi waa ka aad rabbi qalbigaad ka xusto arabka bayaadan ka sheegin allaba qalbiga ka xusaysa aayadkiisa ku fakareysa cadamadiisa ku fakareysa jacaylkiisa qalbigaaga ku jira waa kalabaadu qaybta saddexaad ama ka ugu saddexaad xagga fadligu waxa weeye inaad qalbigi iyo arabkiiba isku darto arabkaagu aad akhriyeeso iyo qalbigiiba soo jeedo ka ugu fadliga badanse waa in qalbigi iyo arabki iyo ruuxdiiba isu heliyaan qalbigaagina waa soo jeeda عربكينا واتكلها هاي روحدينا ويخصوصاً تهاي وتعالك يا عظمتي يا مارتي عبسي الله يبقى بحزي سبحانه عز وجل هذا أمرك أقول فضلك بطن مركا لقد ورم أيوه ذكر جان حاجة متعلقة ذكر أيوه علاقة لي ذكر ولا بقى مدبوك لك عيا ذكر محضية وقال لو ينقل لو حصي سبحانه عز وجل سيدا سبحان الله الحمد لله أن مخلوق ما علاقة لهين حرير بلا لهين هي ذكر قيمتي صلبات وقال له وينه والله وحسيا لكن مخلوقنا علاقه لليه حريق بوله ليه
سلق النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا والله وحسيا ودعوا إلهي وحلق بريئيو أو ما أردت لك الرجين أيو هدنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حرير الله المخلوق بحرير الله أدوك مركز إلهي بريئيسو ربو وينا والحسيسا هدنا لكن أدوك يبقى دعي سنية مركز قف أدعينيسو الله والحسيسا هدنا لكن قف من آدم أدعينيسا ذكركم مركز والله بداس مد ذكر محض يا أه أو مخلوق عن حلاقة يحرير طونا بأن الله هين وأنا كلي أدوك حسي سبحانه عز وجل كاسا أغفى اللي بضان هدوه قدر صدا كاسي إنه قلبه نسوه تشيده روح دي نسوه تشيده عرب دي نسوه تشيده هذا من أفضل الأعمال كاسو كلي لمهي الكريو قيب تلب هذه مركا وذكر الله حسي سوح مخلوقات كي أغفى اللي بضنانا ومركا علاقة اللي سلقي النبي عليه الصلاة والسلام قيب تذكر قيب مارتي فيسا صدحادي أما درجة صدحادي وحوية كأد أدوه نفت هذا آد الله سبحانه عز وجل أدوه حكب وقبر يسو أما أد مؤمن قد عين يسو كأوه سيانا وكأد مركا عدكو هبار يسو ده كان مطيسة طيب ومركا وحو إمارة حق له إن مركا الله هباره ذكر قول الليال وحليه هاي يعني مارة الله المستعان لما تصفون ثمرة أما مرو مرو لقبرته أي ليه أبدوني آخر بنا لو آيو شيخ ابن القيم رحمة الله عليه كتاب كيسا الوابل الصيب وحكوسه بقولنا يا تطوى الرموت أو عفوا بقول الرموت أو لقى قصته يعني واحد ما ركت ذكر بقول مرات أو الذكر لقى قصة كريس أفك ذاكر جاهي بقول الرموت أدوني آخر دي سوى النتيجة دي يمريه ذكر جاه أو أرك دونا إن شاء الله هدي لكن أنا ذاكر هاي وربي هذا الحسين أو قيل يا وقال يا لقوا تكون مشغول صمت هاي ده بقول كان عكس قد بمركا ابن أيوه بقول كمين وذا آخرين كرنا ما وذا آخرين كرينه يقف بدون كتاب كهور رجعي إن شاء الله لكن وحير من كتل ما بدونا بإذن الله شيخ وحلي هاي أنه وحمار ذكر قسم يا شيطان كأريا وقم عيا خاصة آذان كمرك الآذان ولا شيطان كعرية مرك وقف الله حسنا شيطان كوقف قانا إن شاء الله فأيد الله بعد أنه يرد الرحمن إلهي برهال الجليا سبحانه وتعالى فأيد الله صدحات أنه يزيل الهم والغم عن القلب قلبه مركت أي هم أي غم كسولية وأنا أمرت هذا أنك قولي هاي قوادة أدخل له ويديو يعني قفك وأكون من أيها وحكو لي هاي وحي قم مقاما قرنا يعني متشرو مروك إيا غم إيا هم إيا فكر إيا عرس بإسارا قلبك هديئو يا قلبي الله حسى سبحانه عز وجل محور ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي ذكر إيسا قلوبتك وحزيشا شك ملا إنا تسيحان دونتو هدي قلبي وهو قلبي الله حسى شك ملا إنا دن قم إيا مارك مروك إيا ولول إنا دن قبينين هذا الله كفرنته سبحانه عز وجل وحكم ذا أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط قلب جاين أسود شيء ذي فرح يروح بمارتي فرفرنان يمارتي ونا جاين أسود شيء ذي وحكم ذا ينور القلب والوجه قلب جاين وجه جاين نورنا يه وحكم ذا أنه يجلب الرزق رزق جاين أسود شيء ذي وحكم ذا أنه يكسب الذاكرة الحلاوة والمهابة والنظرة قف الرب حسا إن ونا يبربرق ونا وكم غضه وحكم ذا إنه مارتي قفك مارتي ودخل سيو شعيبك إلهي وحكم إذا أنه يورث الإنابة إنه دخل سيو قفك إنه مارتي قف الله وصل نقضية قف ربي هذه يقر حصيا إنه نس إله وإنه توبت كيني شك ملك وحكم إذا إنه أفر الدونه أبواب المعرفة أقومت إنه أفر الدونه في تنتكب بعدين دونه حق أي بابلك قفك مركبك كالساري دونه بإذن الله إن شاء الله تعالى وحكم إذا إنه دخل سين دونه حياة القلب قلب يسون النولاده وحكم إذا إنه مارت إلى حلسين دونه وحكم إذا إنه حلسين دونه إنه مارت إلى حلسين دونه إنه إلهي سبحانه عز وجل قف قاس أوحى صور ربي وين أوحى صور وحكم إذا إنه دم بيضة لبضعه وحكم إذا السكينة أي حسلونه إن لقاه له وحكم إذا إنه قف مركز ما دحلسيه قف قلب العذاب يعني لا درتي أوين إنه أيو يعني لا يا قف أن إنه قتر ولقي من لا درتي أوين انت انا وياك بقي سنه انت قران لو بده ختمي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام لو بده ختمي ما ننكر يا اندي سنه تنلك المالك سوران قف قصدو الله اد وحسنها قلبك سوى جلعها هدي قلبك جلعنا ايش هو جلعها ما هو وحيانها الدنيا مصايبته يا مرقته يا فرحته بن ادم كو اويا قاركين ذكرك يا الله وحا حسينا وحا حسينا ان اوغو اوينين وحا كلف يا تن قلبك كوين سنة قلبك كم وينا وحيانا لقد دخلوا يعني ما ركت الله مستعان ذكرك وحيانا لقد دخلوا وحا كم إذا إنه عبادة كوف ضيديه وحا كم إذا وحيانا ذكرك لقد دخلوا
إن ما ربتي أنها تتناول معيشته في الدنيا الدنيا ديسة إن الله شؤها قدته حايل رب سبحانه عز وجل وحي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قفك الذكر إلي كتشيسته نرى الأدق بان كنا ولينا نبع رب سبحانه وتعالى هذه قويس كحوغي أرنتي سؤاي ير أدكاته وعبورت أمورته أدكاته وحارد أي مارك النقطة حارد آذي يادو أدق أوفر سمد هذه عقل هذه علم هذه حتر ويان إلهي وعر سبحانه وتعالى ففروا إلى الله الله على روح ذكرك بضي أو قرب ذكرك هلو بضي وحكم ذا وحيالها مارك الله مستعان ذكرك وفائدية من ذكرك اللي قد حرى إن شاء الله تعالى أدونكو إنه نقضى أدون العبادة فضيت صدا فضيت صدا محل وقتش يعني سهل شلما عبادة لهم عاناته مركب عبادة ذو أرضة وحكم ذا وحيالها مارك الله مستعان ذكرك اللي قد حرى وان بوبسين دورنا إن شاء الله تعالى ده بقال قضب اسمه دلتا يكرنه وحكم ذا وعشيخ له أن الذكر شجرة تثمر المعارف ذكره وجد دليسة يعني وحوى مارك عبصدة يخشيدة إلهي سبحانه عز وجل دليسوي وحكم ذا فوائد ذكرك الله قد حلو هي أشرده وهو إني مارك ذكره له هاي إنه أدق ما قفق رحريني نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفق لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى هذا مالك يعني وحوى مارك الله مستعان بقول قوري إلى هذا وحكم جيني هاي سيدي وقف قار حريب النبي عليه الصلاة والسلام رواد قاركود نسيدي وقف طبعا قارض حريب أيو كل جيني هبا النبي عليه الصلاة والسلام مركز ذكر قاد إلهي عد حصة يساق كأنما أنا قار حريب يسوه أي كل جان ثاني على كل ولا ليال كما قد ينكر إن شاء الله تعالى أنت سبين ثمرة دي سيمريه سأينو كذا كان دونا محاك مساعدية أنا قف الله حسن قط لا بقى ضبان كشيء جاي إن شاء الله تعالى الله بري إنه إلهي قلبي قاعد كود وذكر قاد قضبك اللغات مد إلهي حصية لا صاحب وف إلهي قانو ربي حصية وأن غافل أهي لا صاحب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كوها مقني يعني قف قلبي سوء انججي وهودي سراعا قف عنك سالة صاحب هذا الله صاحب تمد قلبي سوء انججي هاي مركا يقول يرتاي إذن كم يلفل إيه وصلاة الله أدمي بكو أرنيا وكي قارد ونا يقول يركادي أما حبيبي مارتي مركز أنسكت تكون دونا بل مارتي إنه يركادي أما حضرت ما بلام ليس ما يتدمر لقي سندونا إن شاء الله تعالى والله ضوبة يا مركز الله ضوبة إنه كذب أي إنه مارتي دب كذب لقي سندونا مد عين كاسو عاجز وكسلانة الله صحيح قف إليك حسوسية ومركز سقط كارد عدو كبرى روجية ومركز دم بكارد عك حسوسية ودم يك وقع بيستا ودوبت أنت هذا الله بكرح شونين دتك أتكرح شوط كملة وحياة النوع كمدة وأنا لو بهين إن الله كحشوا طال الرب مؤمنين تنا كحشوا تنا ولا الرب كأت كحشون يسوع إحماط الله كحشون يسوع الله هو هذا كما لا يعني قال لا صاحب سن سأل ربك حسوسنا يا سبحانه عز وجل ما حد ذكر ذا إسكك نهر تاجي وحد ذكر ذا إسكك نهر تاجي معوقات كا لا بد قدر عكس جودة أي ذكر ذا إسكك نهر تاجي أمرك معوقات جودة ذكر ذا محاب بريا وما حد نطلات الذكر وقدر كتب نادا محاضر ذينا حد ذكر ذا بريا ذكر إذا واحد بريء واحد عبادات كبرية إخلاص محمد هو بريساء يا الرياض يا استسكو بدعاد هو بريساء يا خرافات هذه اللي قدر وسنة عن الموافقين وحيالها الذكر كبرية واحد كلاو كم ذا يعني ما ركت الله المستعان حماتة اللي قد بقيه هذا وناك سميري هذا الحماتة قد بقيه سو حماتة دي وناك واستريان سيدا أي وناك وحماتة أوترتره أي حماتة دون وناك أوترتريسا وناك قاقها كده بقين وحمالها كده بقين خيري وناك ونكده بقين إن شاء الله تعالى بإذن الله وحنكو ختم يا ولا ليال أين إلهي كبغنا وعرب كي أنه هكو مشغول وحي إلهي سبحانه عز وجل الرالي جليني أين الله كبغنا وصعدير بين أدونك كنو الله أيام يري أين كو عمرنو وحميسان كي نكرو قاضي إن شاء الله تعالى أين إسكد دينو لغو بأي قيل وقالده أنا وحبا أنا نوتريني أن نفهم أغطرنا إن نقلنا كوي النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا أفبا كلمة كثيرة هذا وحدنا أي حاجة أنو كلاهين أنو إسلاهين ماشي قالبي قاردون تام ونار تجهنب كفو قينيسا أن نقلنا إن شاء الله تعالى كي النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله قفو كلمة بير هذا إله الرهال أهنشيزة إساقوا لكن أنو إسلاهين والله هركس لبي قاردون تام و إلهي سبحانه عز وجل أمرك عشان هذا كله كوه أن كل ذا لنا نغنى إن شاء الله تعالى وحنكو ختمية علاقة أولى هي
وحين أنو شايفني محاضرة دي ذكرك الله علاقة أي حريرك أي لا يا بهاي استقامة ذم حيت توصلنا تهلك إنه وجود على الاستقامة توصلنا تهلك إنه وجود على أي ذكرك محاك الحين قف عن الله حسين مية توصلنا كلام قف عن رب حسين أو إلهي سبحانه عز وجل ذكرك إنسان كل مشغول سنين مية وأن توصلنا هاي أرانكا بريهن ذم وحين أرجناي ضد قف لا وحنا ملتزم وتواصل هاي ما ذهر كامر قاعد كأبتو نينكي وحا كم مغضاء سنة دي درو راك سنة إمارتي وكا قبلني وحا لويها بحجاب يحبا كم مغضاء لكن مركا روح ديسة يصير في ريسو أما نديسة مركا تسي أبتو قفكي واتسلوه بيسا صدقي يسا مركا أبتو واتسلوه بيسا يرون تيسا عبادة ديسة مركا أبتو واتسلوه بيسا حسكي يسا والرب حسا يا مركا أبتو واتسلوه بيسا حليلك والرب لليه يا مركا أبتو واتسلوه بيسا ولا ليال دينت إنه عمل وقول اعملوا فسير الله عملكم دينت هو عمل ما يرين أيه مظهر كاس أري وناكسوي قبل حجابين أري وناكسوي نين كاس ونظر كم وقت أري وناكسوي لكن أنت أو كل دينت إنه ما دينت إنه دين عمل قلب جهل له جاتشيو عرب كان الله الله جفسو الله نهى الله بوادو مركز بقوة وصلنا مقنا يا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شيخ إلهي كابا المريو بارك الله فيه نغن الله نغن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هل سؤال بين ودينا الشيخ إن شاء الله أه؟ الروح ذا إيو قلبكم حيك ليه هذه قلبك وقفك كخشوعه سو روح ذا كما خشوعي تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال نفسه إن شاء الله تعالى قلبك هي الروح ذا هي نفطة فوارق بقول حي إن شاء الله تعالى ولو أستكمل مسألة إسك فروع إسك بدن تأي تهاي روح ذو قلب جو وحبنتة شركة كم ذي وقف وكنوا ليها إلهي لا بحسه سبحانه عز وجل روح ذو وحي وحاسو لن هجيم روح ذو وحي وحاسو لن هجيم اشتهاين يسي بعض اللي كتشعلي سنة يسي أما خير كتشعلي سنة يسي وهذا بعض اللي كتشعلي ستنا قلب جو بعض اللي كأوئي لناي حبنه بعض اللي كأوئي لناي شهوات كلها كتشعلي سنة هذه أي وناقة يا خير كتشعلي ستنا قلبه وناقة كتشعلي سنة مسات كوح لنا خير كدونا يحبنه أيه أيه كان سمية روح ذو مركب وأوحى ما مولاي قلف كينن يحبنها قلف كينن كل حشرة أنت بق وأوحى ما مولاي وأنا وأوحى هذه أيها قاكتو وقفك هذاقي هذه أي حماتنا وقفك وحمانا يو إلا يحفر شيء الناس سبحانه عز وجل كان برينا أنا روح ذي قلبك بينوها قاكتي وجزاكم الله خير والسلام عليكم بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير وارد فصحنتها إن شاء الله حضرتك وادبا إن شاء الله كان نوغو دماتي